النهارده الصبح كده سمعنا شويه حاجات مفاجاه جدا جدا. استقرار عظيم بيعيشه ايمبي الفتره اللي فاتت ديت مع الكابتن تامر مصطفى، الناس مدياله اجواء عظيمه، هو عامل شغل عظيم، اشادات من الاداره لتامر مصطفى، تامر مصطفى كان معايا هنا ويشيد بالاداره، كل الامور ماشيه في سلام تام وامور جيده جدا جدا. الصبح نسمع خبر ان كابتن تامر مصطفى استقال من تدريب ايمبي، بعدها بشويه تاكيدات انه مشي من ايمبي، بعدها بشويتين ثلاثه ايمبي بينفي انه مشي كابتن تامر مصطفى، بعدها بشويتين ثلاثه اربعه خمسه لا خلاص الامور جيده. ايه بقى اللي حصل في اليوم ده كله؟ ليه الامور راحت وكبرت كده وبعد كده هديت تاني؟ نعرف من الكابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي ايمبي. يا كابتن محمد منور الدنيا. مساء الفل عليك يا حبيبي، ازيك كريم؟ اخبارك ايه يا كابتن محمد؟ وانت وحشني جدا، طمني عليك. والله زي الفل، انت عامل ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل. بقى قول لي ايه اللي حصل؟ ايه حكايه كابتن تامر مصطفى والله النهارده؟ والله الموضوع انا مش عارف كبر ليه فجاه كده. الموضوع بسيط جدا، هو كان عندنا احنا تصوير الرابط الانديه كانوا باعتين يوم تصوير اللي هو امبارح، والكابتن تامر في اليوم ده تحديدا كان قال لي انه مش جاي يعني، وجهازه موجود في الملعب وبتاع، فطلعت بقى اشاعات وده مشي ومقدم استقاله وكلام كبير قوي كده. انا طلعت وحد كلمني قلت لهم يا جماعه مفيش يعني إيه ليه؟ قال لك اصله ما جاش التمرين. طب هو ما جاش التمرين يبقى خلاص قدم استقاله؟ طبعا ما كانش فيه الكلام ده خالص. وبرده الناس الثانيه قالت لك ده عشان صفقات، احنا ما عملناش صفقات اصلا، ده هم كل اللي جبناهم لاعب واحد اللي هو زياد طارق. تامر ما فيش مشكله بالنسبه له الموضوع، الراجل اللي احنا مكملين مع بعض زي ما انت بتقول يا كريم، احنا عاملين موسم رائع وعايزين نكمله السنه الموسم اللي جاي ان شاء الله او اللي هيبتدي ده، خلاص كل سنه وانت طيب. فالموضوع ما اعرفش كبر فجاه كده، ومع ان مفيش حاجه خالص يعني، يعني مفيش يا كابتن محمد دخان من غير نار يعني، في برضه لا لا ده لا لا ده ده ده, ده, ده كان دخان من غير نار في مصر؟ لا 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 في مصر، في مصر انا بكلمك بمنتهى الامل. توقع اي حاجه، توقع اي حاجه في الحقيقه يعني. لان يا جماعه طب الدخان ده طلع نتيجه نار يعني؟ طب النار دي ايه يعني؟ ايه اللي خلاها تطلع الاول يعني؟ ليه؟ لا 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 ما في، صدقني بص يا كريم انا صدقني، انا عارف انا مصدقك. طبعا وانا بكلمك اما بيبقى في حاجه اقول لك في حاجه، لما فعلا ما فيش حاجه. طبعا والله ما في حاجه، هقول لك على حاجه. انا يمكن قبل الموضوع ده بحوالي ثلاث ايام كنت قاعد مع الجهاز كله بتاع، حتى اللعيبه جمعتهم كده في اجتماع، قلت لهم يا جماعه انا السنه دي فعلا انا قلقان، لان كل حاجه مظبوطه الموسم ده الحمد لله رب العالمين يعني، ربنا يكملها على خير. انا فعلا قلقان، وقد كان ما تعرفش بيحصل اشاعه ملهاش لازمه تطلع كده. اقول لك برضو حاجه بين قوسين يعني، انا خلاص انا مصدق حضرتك بكل تاكيد يعني، بس كابتن تامر مصطفى مش من الناس اللي بتقفل موبايلاتها معظم الوقت. انا حاولت اكلمه النهارده كتير موبايله مقفول، وما حتى ما طلعش يوضح اي شيء مع الناس كلها اللي بتكتب ان هو استقال يعني. هقول لك على حاجه يا كريم. لا مع احترامي الشديد ليه، كابتن تامر على طول تليفونه بيبقى مقفول، وهو بيجي له رسائل بعد كده بيفتحها وممكن يرد، انما هو ما كانش فيه حاجه خالص. انا يعني انا بقول لك انا سايبه النهارده حتى في النادي مع الجهاز الفني ومع استاذ ايمن وكل الدنيا يعني، ما فيش حاجه يعني. الناس كانت بتتكلم وهو قاعد معايا على فكره، يعني الناس بتتكلم وهو قاعد معايا وقاعد مع بقيه الجهاز. طيب انا ما فيش حاجه صدقني. في 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 اطار اخر يا كابتن محمد، مشكله احمد عيد وصلت لحد فين؟ والله لا احمد عيد الموضوع بالنسبه لنا احنا خلص. انا كان كل اللي يهمني زي ما قلت لك يا كريم ان احنا نثبت ان احنا نادي، الشرط اللي كان موجود فعلا كان موجود. احمد عيد ده اعتقد ان هو خلاص خد اللي هو عايزه صراحه يعني، يعني ضحك على نادي انبي وضحك على نادي الزمالك وراح نادي المصري، مع انه اصلا وهو معانا كان بيقول انا عايز اروح الزمالك وبيتي و والكلام ده. فبالنسبه لنا فانت بتقولي ضحك على نادي انبي وضحك على نادي الزمالك وراح هو المصري وخد اللي هو عايزه، وخد اللي هو عايزه، ودي حقيقه. وانا قلتها على فكره قبل ما يحصل، قبل ما يروح المصري وانا في اتحاد الكوره. والله صحيح، لانه هو الولد لما جالنا انبي قال لي يا كابتن انا عايز اكمل معاكم انتوا، وهو الوحيد على فكره، هو الوحيد اللي كان عارف ان دي اخر سنه في عقده. يعني دي المفاجاه بقى، ان هو نادي الزمالك ما كانش عارف ان دي اخر سنه، وهو بدوني اعرف ما كانش عارف ان دي اخر سنه، فهو استغل ده كويس الصراحه. بس صدقني الكوره مش تملي الفنيات هي تبقى كل حاجه. في حاجات ثانيه انا شايفه، كنت بتتكلم على محمد صلاح كريم. محمد صلاح ده فعلا اسطوره، اسطوره مش عشان ان هو فنياته عاليه، لا 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 لا، اسطوره عشان هو كمان اخلاقه عاليه، التزامه عالي، كل حاجه فيه بيعملها صح الحقيقه يعني. صح، محترف محترف حقيقي يعني. طبعا طبعا طبعا. كابتن الكبير كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.